كلنا عارفين ان الولادة الطبيعية لها فوائد كتير جدا عن الولادة القيصرية، زي ان كمية الدم المفقودة اثناء الولادة الطبيعية بتكون اقل بكتير من كمية الدم اللي بتفقد اثناء الولادة القيصرية. كمان في الولادة الطبيعية بنتجنب المخاطر اللي بتحصل نتيجة عملية التخدير، ده غير ان اثناء نزول الطفل في الولادة الطبيعية بيحصل تلامس ما بينه وما بين البكتيريا اللي موجودة في قناة الولادة، فده بيقوي من جهازه المناعي. كمان في الولادة الطبيعية بيحصل اتصال مباشر ما بين الطفل والأم، كمان بيسمح ببدء عملية الرضاعة بشكل أسرع، ده غير إن عملية استشفاء الأم بتكون في خلال أيام قليلة. وفي الفيديو ده هنتكلم عن خطوات الولادة الطبيعية بالتفصيل، وكمان هنتكلم عن عيوب الولادة الطبيعية للأم وللجنين، كل ده وأكتر، فيلا بينا. تكون الولادة الطبيعية من 3 مراحل. المرحلة الأولى بيبتدي الرحم يحصل فيه انقباضات، الانقباضات دي بتكون مؤلمة للأم وبتزداد في الشدة كل ما اقترب ميعاد الولادة، والمرحلة الأولى بتستغرق من 12 ل 19 ساعة. كمان بتزداد الانقباضات في عنق الرحم فبتؤدي لاتساعه، وبعد كده بتبتدي تنزل إفرازات دموية من المهبل واللي بنسميها العلامة، وده دليل على ان الولادة هتحصل في الوقت ده، وبيبتدي السائل الامنيوسي اللي كان عايش فيه الطفل وبيحميه انه ينزل، وبيكون في الم شديد في منطقة الظهر، وبكده تكون انتهت المرحلة الاولى. بعد كده بتبتدي المرحلة الثانية واللي بتستغرق من 20 دقيقة لساعتين. في المرحلة دي بيتسع عنق الرحم لحوالي 10 سنتي، بتبتدي رأس الطفل بانها تسقط في قناة الولادة، وبتبتدي رأس الطفل بانها تلف او تدور علشان تاخد وضعية الولادة. وهنا الرحم بينقسم لجزئين، جزء نشط علشان ينقبض ويدفع الطفل لبره، وجزء خامل بيفضل مسترخي علشان يسمح للطفل بالنزول. تظهر رأس الطفل في المرحلة دي من الخارج، وبيبتدي الدكتور او الممرضة بانهم يطلبوا من الام انها تعمل عملية حزق او دفع للطفل، لان ده بيساعد بشكل كبير جدا في نزول الطفل، وان هي تستريح وتاخد نفس ما بين كل انقباضة والتانية. ولو كانت دي اول عملية ولادة للام او كانت فتحة المهبل ضيقة، بيقوم الدكتور بعمل فتحة في المنتصف او على احد الجوانب علشان يقوم بتوسيع فتحة المهبل ويساعد في نزول الطفل. وبعد خروج الرأس من المهبل بيبتدي جسم الطفل بانه يلف بشكل معين علشان يساعد في نزول الكتفين، واللي هو اعرض جزء من جسم الطفل، واللي لما بينزل باقي الجسم بينزل بسهولة. وبعد ولادة الطفل بنبتدي نضع مشبكين على الحبل السري وبنقطعه، وبكده تكون المرحلة التانية خلصت. اما المرحلة الثالثة خاصة بولادة المشيمة، واللي بتستغرق في نزولها من 5 دقايق ل 30 دقيقة، وطبعا ممنوع ان احنا نسحبها، لازم هي تنزل لوحدها. واللي بيساعدها في النزول هو الانقباضات الخفيفة اللي بتبقى لسه موجودة في الرحم، وبكده تكون اكتملت عملية الولادة الطبيعية. وبعد ما اتكلمنا عن مميزات الولادة الطبيعية في اول الفيديو، دلوقتي هنتكلم عن عيوبها. اول عيب وهي ان الولادة الطبيعية بتحتاج وقت اطول وبتتطلب مجهود كبير من الام وبتسبب الم شديد ليها. تاني عيب وهو ان بيحصل ارتخاء في عضلات المهبل، وكمان بيكون في خطر حدوث تمزق. عيب كمان وهو ان بيكون في خطر وفاة احد الاجنة في حالة الحمل بتوأم. كمان بيكون في التهاب في منطقة الفخذ لبضعة ايام، وبيكون في احتمال حدوث ضعف في عضلات الفخذ. ولكن مع تقدم وسائل الولادة العيوب دي قلت بشكل كبير جدا وتكاد تكون مش موجودة. لو عندك اي سؤال اكتبه لنا تحت في الكومنتس، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.